الحقيقه. وطبعا الاستاذ احمد موسى واحد من الاهلاويه الكبار يعني كمان، ومتابع جيد وكبير جدا لكل ما يحدث داخل النادي الاهلي. يعني استاذ احمد ازي حضرتك يا فندم؟ ده اولا، ثانيا بحييك الحقيقه على الحلقه بتاعت المستشار يعني عمر مروان وزير العدل الحقيقه النهارده. انا خدت منها تلت ساعه نص ساعه كده وبعدين دخلت على الهواء على طول. تحيات كابتن شريف واستاذ وكابتن اشرف واستاذ محمود واستاذ جمال لحضرتك. اولا كابتن اسلام مساء الخير، اولا مساء الخير على ضيوفك الكرام كابتن شريف، كابتن استاذ جمال، استاذ محمود صبري، كابتن اشرف ممدوح، كلكم لكم وكابتن اشرف كلكم لكم تحيه. بشكرك اولا طبعا، اشكرك على اولا حوار وزير العدل المستشار عمر مروان وكل التحيه. لا حاجه جميله جدا الحقيقه، بس ما يعني هنكمله بالليل بقى. كملوا عشان في اخبار كتيره واخبار مهمه قوي جدا جدا. يعني استاذ احمد، يعني انا حابب ان انا اسمع رايك فيما يحدث في الاعلام الرياضي في مصر ورؤيتك للفتره القادمه في ظل اختفاء بعض الامور اللي كان ليها دور في احياء هذا التعصب. شوف كابتن اسلام، احنا كنا من فتره وعملنا اكتر من ندوه، وانا حضرت عده لقاءات في المجلس الاعلى للاعلام ووزاره الشباب والرياضه في اماكن كثيره جدا حوالين دور الاعلام. طيب الناس التزمت، وانا بقول 90% من الناس كانت ملتزمه للغايه، ولكن للاسف في ما بين 10% ولا 7%، المهم في نسبه يعني، لم يكونوا ملتزمين على الاطلاق بهذا الامر. لدرجه ان انت كنت ممكن تبقى على الهواء زي ما حكيت كده على الهواء، وحد في حته اخرى بيشتمك. صح. وده اللي كان بيحصل. وانت ملتزم، مش عايز ترد عليه ومش عايز تعمل مشكله، ان انت التزمت. وانت كرجل دوله، وانت في قناه النادي الاهلي، او انا في قناه صدى البلد، او في اخرين في قنوات اخرى، كانوا بيبقوا ملتزمين تماما لانه في دوله. وكنا حريصين على الدوله، ما يبقاش في تراشق ما بين القنوات، لان احنا في الاخر عندنا كلنا حاجه واحده، مصر جميعا. طبعا. ما عندناش مصالح شخصيه. ولكن الان حان الوقت مره اخرى. ايوه. الساحه الرياضيه الان، الساحه الاعلاميه الان، تعود للاعلام الطبيعي بتاعنا اللي احنا طول عمرنا نعرفه وتعلمناه، وعمرنا، والاستاذ محمود صبري جنب حضرتك اهو، عمرنا في الاهرام ما سمعنا حد لفظ، حد بيتكلم على حد بلفظ اخر، الا كله منتهى الاحترام. ده اللي اتعلمناه، دي مؤسساتنا ودي تقاليدنا. لكن للاسف السنوات اللي فاتت دي كان موجود خارج السياق. قفلنا الصفحه دي، نبدا الان عندنا موسم رياضي هيبدا. انا كان نفسي بدل 10,000 اللي بيتكلم عليهم النهارده نائب احمد دياب يبقوا 30 40 50 الف. ليه ما رجعش 40 50 الف؟ ليه انا 10,000 يا جماعه؟ احنا مصر يا جماعه، انا عايز الجمهور يرجع. ونضمن الجمهور، مفيش طالما الجمهور هو هيحافظ على لعبته وحافظ على المظهر الحضاري، واحنا لازم نبقى كده كلنا كاعلام مصري، مش عايز اقول رياضي وسياسي، احنا كلنا اعلام مصري. وكلنا في الاخر تحت يعني عباءه الدوله المصريه. طبعا. وكلنا هدفنا الدوله المصريه وصلاحها واستقرارها. محدش ابدا، كان بعض الناس يطلعوا لك شفتوا قناه الاهلي بتعمل ايه؟ لا، قناه الاهلي وانا شاهد، وانا يعني متعصب اهلاوي زي كل اللي موجودين معاك. طبعا. كانوا في منتهى الاحترام، الناس كانوا بتشوف وما كانوش بيردوا. صحيح. طب ليه؟ فحان الوقت كابتن اسلام، واحنا كلنا مع المجلس الاعلى للاعلام، مع الدكتور اشرف صبحي، مع اتحاد كره القدم، مع رابطه، كلنا يا جماعه يلا. أيوه. نبدا صفحه جديده. طيب. الاهلي مجلس ادارته المحترم، الزمالك هينتخب مجلس اداره محترم، كلهم هيبقوا مع بعض، وكله وعند كل الانديه هتبقى ايدها ايد واحده. استاذ احمد، انا برضو سؤالي لحضرتك، 17% اللي حضرتك بتتكلم عنهم اللي ما زالوا بيطلعوا لغايه الان، وخلي بال حضرتك الاجيال زي ما الاستاذ محمود والاستاذ جمال والاساتذه كلهم كانوا بيتكلموا في هذا الامر، الاجيال اختلفت، الامور اختلفت، السوشيال ميديا بقى لها دور كبير وبارز، الولاد الصغيرين اللي عندهم 12 سنه لما يسمع واحد طالع يقول انا بكره الاهلي، يعني المذيع زي لسه كان الاستاذ جمال بيقولها، بيقول له يعني انت بتحب، قال له لا انا بكره الاهلي، ايه الاستفاده وكيفيه ايقاف مثل هذه العينات اللي احنا او اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي 7 او 10%؟ كابتن اسلام، اولا عمرنا، انا عن نفسي وانت عن، لا يمكن في يوم من الايام تقول انا بكره النادي الفلاني ابدا. لا استحاله. انا اشجع الاهلي، بس عمري ما اكره الزمالك، لا بالعكس. وانا بقولها على الهوا ومش بقولها معاك، كمان بقولها كمان في برنامج.
الزمالك لما فاز ببطولات كنت بعمل له احتفال وبحييه لانه الزمالك. لو الاسماعيلي عنده زي ما تعرض ليه بدايه الموسم اللي فات انا كنت ببقى زعلان على الاسماعيلي. ولما ربنا كرمهم ادعم الاسماعيلي، الاتحاد المصري، كل الانديه المصريه، احنا ما بنكرهش حد، احنا بنحب الكل. وزي ما بقول كده المنافسه شريفه جدا، في منافسه شريفه. احنا بنتكلم رياضه في الاخر. الاصوات اللي حضرتك بتقول عليها هي اصوات مش عايز اقول حد يختفي ومحدش يختفي، ولكن انا ما مش مع ان انا ابعد كاعلام يعني، لا مش عايز حد ابعده ولا لا، انا عايز ولكن كل واحد لازم تقويم يوفق وضعه ويصلح منظومته في اطار الدوله وفي اطار المنظومه الرياضيه والروح الرياضيه. مش هيبقى في صوت ابدا غير رياضي يبقى موجود، احنا عايزين الاصوات تبقى موجوده كلها صوت واحد. شجع يا سيدي الزمالك وادعم فريقك زي ما انت عايز، مالكش علاقه بالاخرين، وانا هشجع الاهلي مالكش علاقه بالاخرين. انقد زي ما انت عايز، انتقد، محدش هيقول لك النقد مباح طبعا، وحريه الراي مكفوله للجميع، وده الدستور بيقول لنا كده والقانون بيقول لنا كده، ومحدش بيحاسب حد على حريه الراي ولا النقد ابدا. ولكن السباب والطعن في الاعراض والشتايم ده اللي هي ملهاش علاقه بحريه الراي، ده اللي هو يحاسب عليه وفقا للقانون، فارق ما بين حريه الراي والتعبير والسب والقتل. فاحنا علينا كلنا ايد واحده، كلنا. انا بتكلم اهو على الهواء معاكم في الاكثر مشاهده قناه النادي الاهلي بكل القنوات الرياضيه، قناه النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي العظيم. مئات، يعني عايز اقول ايه، مصر كلها والعالم العربي وفي كل الدنيا بيتابعوا قناه النادي الاهلي. فاحنا علينا كلنا، حتى الجمهور، انا جمهورنا كمان، جمهورنا الحبيب، ارجوكم من عبر شاشتكم المحترمه يا جماعه خليكم على ديكوا بس. بس مالكوش علاقه بالاخرين، وده ادعموا بدل ما تكتب تويتر ضد كذا، خليك مع ناديك، ادعم ناديك. ناديك النهارده محتاجك، النهارده انت عندك فرقه محترمه جدا، عندك مدير فني بسم الله ما شاء الله، ادينا عندنا السوبر جاي وداخلين على الدوري وعندنا كاس العالم للانديه، هو في زي الاهلي؟ ما فيش زي الاهلي. طب يبقى محتاجين ايه؟ الدعم للنادي الاهلي. ده اللي احنا محتاجينه. ثم صوتنا كله الروح الرياضيه يا جماعه، نبدا صفحه جديده كلنا روح رياضيه لصالح الرياضه المصريه. استاذ احمد، اخيرا لو حابب تقول حاجه للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه يوم الجمعه ان شاء الله امام الاتحاد العاصمه الجزائري في السوبر. هي كلمه واحده. كلمه واحده، احنا نادي بطولات. السوبر. نادي بطولات. السوبر يا اهلي. السوبر يا اهلي، يعني سوبر يا اهلي، ده كلام ما فيهوش هزار. احنا بنروح اي ماتش بنقول دايما احنا البطولات، يعني لما بنتغلب نزعل، لما نتعادل نزعل، احنا بنروح الماتش عايزين الفوز. والكابتن شريف جنبك اهو عارف الحكايه دي، وحضرتك كابتن طبعا النادي الاهلي عارف الحكايه دي، الفوز مفيش بديل عندنا غير الفوز. استاذ احمد انا بشكرك جدا جدا، وكان شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره لابداء الراي في كل هذه الامور وفي امور الاعلام الرياضي. الحقيقه كان مهم جدا ان احنا نسمع صوت زي صوت الاستاذ احمد موسى، الحقيقه هو بيتكلم من منطقه ثانيه ومن امر ثاني.